بعد الفاصل. زي ما انتم شفتوا النهارده الكبده بتاعتنا، الترند بتاعنا الجديد الكبده المستكوفي، وعرفنا يعني ايه كبده مستكوفي وتسويتها ازاي. تدخلي المطعم تحطي رجل على رجل وتطلبيها كده بالاسم، يقول لك لا يقلقوا منك بقى، الست دي فاهمه زياده عن اللزوم، الست دي تقدم لها احلى حاجه، وهو ده المطلوب. دايما في حلقاتنا بنقدم لكم احلى حاجه في الدنيا، واحلى حاجه النهارده ضيفتنا اللي منورانا النهارده اللي هي دايما بالفعل بتقدم لنا احلى حاجه موجوده. تعالوا نرحب بدكتورتنا الجميله، دكتورتي وحبيبتي واختي كده والعسليه كده، ما تشبعيش من كلامها، ما تشبعيش من نصايحها، وانا هتكلم كتير ليه؟ شهادتي فيها مجروح. هي قاعدة قدامكم اهي، اسمعوا منها احلى حاجة، اسمعوا منها الكلام الجميل. دكتورتنا الكبيرة العالمية دكتور هبة العوضي، ازاي كده حبيبة قلبي؟ مساء الفل. مساء السعادة. مستكوفي مستكوفي مستكوفي، اول مرة اسمع والله المصطلح ده. مستكوفي يعني طريقة تسوية معينة. يعني دي طريقة تسوية. طب حلوة قوي، عشان شوفي عشان تبقي انت كمان برضو فاهمة. تدخلي المطعم لما تقولي له مثلا انا عايزة طاسة كبدة مستكوفي، طب قولي لي اعملها في البيت، اعمليها في البيت، اعملي المستكوفي في البيت. حبيبه قلبي سلم ايدك. الله يخليك يا دكتور. دايما يا دكتور عندك زي ما بقول لهم احلى حاجه، ودايما معاكي احلى عروض. قولي لنا بقى النهارده عشان الكبده الجميله دي مش هنشبع ولا من سندوتش ولا من اتنين ولا من رغيف ولا من اتنين، وما تعدوش ببركه كده الصلاه على النبي، حطي السندوتشات قدامك ودوسي. هتضرب هتضرب. بصي بتبصي ويا ريتك بتتوبي. انا هتوب، انا يا بنتي هتوب ليه؟ هتوب ليه؟ النهارده صانع السعاده. الله عليك. صانع السعادة. كورس صانع السعادة النهاردة جاي يطفي ويحط لمساته، لمسات السعادة على كل واحد نفسه يخس ومش عارف يخس. أسبابه كتير، كل الناس لها أسباب مختلفة. اللي مش قادر يحرم نفسه من الأكل، مدمن أكل، مدمن سندوتشات زي دي، مدمن حلويات، ما ينفعش يمشي على دايت. ويعني الموضوع ده أو الفكرة دي بعيدة عن تفكيره تماما إنه يمشي على دايت أو يتحرم من كل الأكل اللي بيحبه. في ناس تانية ما عندهاش قدرة صحية إن هي تعمل رجيم وتمشي عشان تزود حرق الدهون في جسمها وتلعب رياضة. بكلم أصحاب السن العالي وأصحاب المشاكل الصحية الجامدة وأصحاب مشاكل العمود الفقري والركب. في ناس بتكسل بتكسل تمشي على دايت، وبتكسل تمشي وتعمل رياضة مع إن سنهم يجيبوا صحتهم كويسة. ففي الحالات كتير قوي وحججهم ومبرراتهم كتير كتير. طب خايفين من الحرمان، خلي بالك الحرمان ده حاجة كتير، علشان خايفين من الحرمان. حاجة صعبة وحاجة متعبة جدا بالنسبة لأي واحد. حتى لو هو جسمه رفيع، فإحنا بنحب الأكل وبنحب نتذوقه أو نستطعمه في كل مناسبة لينا. إحنا شعب أكيل بطبعه، شعب شرقي أكيل بطبعه. طيب دلوقتي كورس السعادة جاي يحط لك كل المشاكل اللي بتقابلها على جنب. اخطر كرسي تخسيس في مصر يعتبر سفاح الدهون حرفيا، كورس صانع السعادة. صانع السعادة اللي هيخلصك من كل الدهون اللي في جسمك بشكل طبيعي، بشكل ما تحسش بيه. الكورس اللي هيعالج الشهية المفتوحة والجوع المستمر والمعدة الكبيرة اللي انت بوظتها. الوحيد القادر انه ينسف دهون البطن والكرش. مش اي كرس يقدر يتغلب على منطقة حزام البطن خالص، قوته فائت العند او المقاومة بتاعت دهون البطن. الوحيد واهم نقطة عندي المرخص من هيئة السلامة والغذاء، يعني الوحيد لما هستخدمه لتركيزات معينة مناسبة لسني وحالتي، ما تسببش اي مضاعفات، ما تسببش اي اثار جانبية. كورس السعادة النهاردة جاي بنص الثمن وهدايا لاول 1000 متصل. حلو قوي، يعني خصم 50% لأول 1000 متصل. يبقى أول 1000 متصل معانا خصم 50% ومعانا هدايا كمان على الكورس الأساسي. وكمان في هديتين من صلب الموضوع، من صلب المشكلة، بتحل معايا. مش مجرد هدايا برميها في الكورس، لا دي هدايا مهمة وأهميتها زي أهمية منتجات الكورس بالظبط. بالهدايا بعالج المشاكل اللي دايما تحصل مع التخسيس. أنا عندي الكورس الأساسي يا شيف هالة الكبسولات،
صاحبة السعادة أو صانعة السعادة اللي بتقفل لي الشهية بشكل أو بتكنيك وبروتوكول علاجي آمن سريع من أول يوم. الوحيد اللي بيقفل لي شهية من أول يوم اللي معاه ما بحسش بجوع تمام. لو عندي وليمة وأنا معدتي كبيرة وأكيل ويعني بستطعم قوي مش هقدر أكل أكتر من نص ساندويتش من اللي انت عاملة والله يا شيف هيل، مش هقدر حرفيا. ده بيقفل لي الشهية، يرفع لي حرق الدهون في جسمي، يكسرها، بيكسر ثبات الوزن، الرقم اللي على طول ثابت على الميزان بيكسره، بيتغير معايا أسبوع ورا أسبوع. البطن نحات صرف، نحات لدهون البطن والكرش والأجناب. الكرس قوي، كرس متكامل، كرس أنا مش محتاجة أي حاجة من بره عشان يدعمه أو يسنده. هو كفاية، هو كفاية كل اللي أنا محتاجاه. كبسولات الكرس بتاعنا النهارده. أيوة كبسولات اللي أنا قلت عليها، الأعشاب اللي بتغسل الأجهزة اللي مسؤولة عن حرق الدهون في جسمي، فالحرق بيتم بشكل أحسن وأسهل وأفضل. النقط النحاتة اللي هي بسميها دايما جوكر نحت الدهون، أي دهون متجمعة عنك زيادة في جسمك بيتخلص منها عن طريق النقط. ده الأساسي. لأول 1000 متصل عليه خصم 50%. ده وما كانوش 2000؟ ما كانوش 2000 في أول حلقة؟ ما انت كلت المستكوفي؟ ما كانوا 2000؟ انت كلت المستكوفي ولا ايه؟ والله كلت المستكوفي. بحاول يا عيني يعني ايه؟ لا انا مركز. على لخبطها شوية عشان تقول ايه ده، انا قلت 2000 يبقى 2000. انا صقر عالي. هم 1000؟ اخر كلام. الكمية فعلا محدودة. ما احنا لازم نفاصل يا جماعة، لازم يعني انا جاي لي خصم 50% افاصل. جاي لي اول 1000 متصل لازم افاصل، لازم. في دقيقتين. طب استني، انت لو سمعت الهدايا مش راضية تصبر. هفاصل برضه. ده طبعا. ده طبعا حقن الحرق والفيتامينات اللي برقم في الصيدليه. دي حقيقة. دي حقيقة. حقن حرق ومش حقنه واحده، ده حقنتين. باخد حقنه كل اسبوعين، حقنتين للحرق، تنشيط لاي حرق ضعيف، اي ثبات في الوزن انا بعاني منه لازما وحكما ولابد. بتكسر كل ثبات الوزن، ترفع الحرق بشكل رهيب 5 أضعاف، بتخلي لي وسطي كده زي رقبتي والله، والله حرفيا. ده النحت الحرق. الحقنه الحرق بتفرق قوي يا شيف هاله. بتشوفي الحالات اللي احنا بنجيبها قبل وبعد، بتشوفي قد ايه البطن اتغيرت، قد ايه بطن قد كده 20 كيلو اتنسفت نسف في خلال 3 شهور مثلا. حقنه الحرق بتخلي وسطي يا جماعه حزام بطني قد رقبتي بالظبط، مفيش، بتقضي عليها نهائي. بس ما ينفعش اخدها لوحدها، لازم الكبسوله تامني عشان ما يفتحش معايا الشهيه. وفيتامينات، لا تحس بتعب ولا ارهاق ولا صداع ولا ضوافر تتكسر ولا هالات سودة ولا بشرتي تبهت، كل المشاكل دي لا، انا ضامنه ان هي ما تحصلش وانت بتخس بالفيتامينات اللي انا نازله بيها مخصوص. يبقى 5 منتجات، كبسولات واعشاب ونقط والهدايا، عندي حقنتين حرق وكمان فيتامينات مخصوصه، يعني سعرها رقم وقدره. كل ده شحنه مجانا لكل المحافظات، وهتابع مع الفريق الطبي طول الشهر اللي انا نازله بيه صانع السعاده مجاني. طب المطلوب مننا بقى نعمل ايه؟ قولي انت بقى، قولي لنا بقى، قولي لنا اهم حاجه انا هعملها دلوقتي. اولا اخد القرار، كلمه صانع السعاده يعني هو فعلا هيعمل لك جو من السعاده الجديد، لما الصحه تبقى احسن، الشكل يبقى احسن، كل اللي نفسك فيه ان شاء الله هتحققيه. كل بقى اللي مطلوب مني اخد القرار واتصل على اي رقم من الارقام اللي موجوده قدامكم على الشاشه عشان اتواصل مع الفريق الطبي. طب عشان احنا عندنا الاول 1000 متصل، وارد جدا ان انا الاقي فيه ضغط على التليفونات بسيطه، كل رقم من دول ادخلي لي بسرعه على الواتساب واكتبي لنا النهارده انا عايزه كورس صانع السعاده. شوفوا الاسم لوحده جميل، الاسم لوحده فيه سعاده. او كمان صفحة الفيسبوك هتنزل لكم اهي على الشاشة، ادخلي في كومنت او في الرسائل، اتواصلي على طول مع الفريق الطبي يردوا عليكي وعلى طول هيتواصلوا معاكي ويعملوا فايل بحالتك ويفضلوا ماشيين معاكي خطوة بخطوة. ودي المتابعة وكمان مجانية، متابعة مجانية، شحن مجانا لجميع المحافظات مش القاهرة بس. وكمان عندنا النهاردة هدايا مجانية، وعندنا خصم 50% على الكبسولات الأساسية والباقي كله والأعشاب والنقط. والأعشاب والنقط ايوه، خصم 50% والهدايا الحقن
الحرق، اتنين وعندي الفيتامينات، دي هدايا الاول الف متصل. حلو قوي، يكملوا عمل الكورس كله. ده بينسفوا اي دهون باقيه. بصي بيقضي على الاخضر واليابس من الدهون. وفي نفس الوقت انت بتسمحي ان احنا ناكل كل حاجه عادي، ما حرمتنيش من حاجه. مش هتاكلي. ما فيش حد هيدوق. ده اول سؤال اقول لهم، طب اقول لكم ايه، روحوا جربوا اول اول يوم. والله انا لو كتبت لهم اقصى ورقه دايت مش هيقدروا يمشوا عليها. خالص. يعني في ناس بتصمم عليا في العياده تقول لي يا دكتور لا اكتبي لي نظام غذائي وقارس، انا عايزه انجز في اسبوع كمان. في بنات وشباب بيطلبوا مني كده، واخدين الموضوع بقى خصوصا عندهم قوي. مشاكل في الجهاز الهضمي وعايزين يروقوا الدنيا بسرعه. او تكون عروسه ومستعجله اكتبي لي كمان. اقولها مش هتقدري تمشي على الدايت ده. وفعلا بتيجي لي واكله نص الورقه اللي انا بس كاتباها، ما بتقدرش حرفيا. يعني هي دوبك الكبسوله هي كده كده بتقول بنقلل الشاي خالص من اول يوم. هتحسي ايه اول يوم احساس بعد اول كبسوله؟ ان انا مش جعانه، ده اول احساس بنحس بيه صح كده؟ يعني شم ريحه الاكل، واقفه بتعملي الاكل، مفيش حركه النقنقه، مفيش نص الحله بيخلص وانا واقفه في المطبخ قبل ما الحله تخلص اكون اكلت نصها، مفيش الكلام ده خالص، مفيش حركه الثلاجه رايحه جايه تفتحي وتقفلي في الثلاجه. ده مع اول كبسوله ده اول احساس بيجي لنا ان احنا شبعانين، انا مش قادره ابص للاكل خلاص. بعد كده تعالي بقى بعد اول اسبوع اوزني. مش تروحي توزني لي بعد اول كبسوله باول يوم؟ لو خلال الاسبوع هيحس بصهد طالع منه. دي النقط بقى، دي النقط وحقن الحرق والكبسولات اللي بتحرق دي بقى حرق الدهون، بيطلع في هيئه صهد او حراره طلع من بقك من عينيك من جسمك، وحاسه انها نشيطه وعايزه تتحرك. ما انا مديها كمان فيتامينات تزود الطاقه والحيويه بتاعت جسمها، بتزود امتصاص الكورس بحيث تخلي جسمها 64 حصان وهي بتخس. يبقى احنا كسرنا القاعدة المملة اللي دايما نسمع عنها، انا تعبان انا همدان سيبوني عشان اخس. الكلام ده مفيش. في فيتامينات تقوي معاك القوة وصحة الجسم العامة، كمان انا مش حرماك من الاكل، كمان انا مش لازماك انك انت تمشي بالساعات، انا مديالك كل المواد التعويضية اللي تعوض كل المشاكل دي. اتصل بارقام التليفونات، تابع مع الفريق الطبي، خد الكورس والجرعات بتاعته في الاوقات بس. شكرا. تابع بقى كل اسبوع وصور نفسك وقيس بالمزوره وعندك الميزان، كل اداه عندك بتظبط بيها جسمك او بتعرف انت وصلت استخدمها وبلغ الفريق الطبي. الموضوع سهل بسيط، ده هي كبسوله بتاخدها على الريق والباقي بناخده في خلال النهار. موضوع سهل في الشهر الواحد 15 كيلو تحدي. واحنا في مكاننا يعني اولا وانا في بيتي ما اتحركتش هخس ان شاء الله بفضل الله في الشهر 15 كيلو، ما اتحركتش من البيت، ما روحتش ولا جيت، ما اتحرمتش من الاكل، كل دي حاجات ليها وزنها. ما اتحركتش من البيت ولا رحت ولا جيت. طبعا ما اتحركناش. يعني دي تصدقي ما اتحركتش من البيت ولا رحت ولا جيت، ولا رحت ولا جيت، ولا من الاكل اتحرمت، ولا حد قال لي كلي ده وما تاكليش، ولا حد قال لي تلت التلاته كام بالظبط. والله هو ده. طب ركزي والله يا دكتور في الجمله كده، انا ما نزلتش من بيتنا بالزبط. انا ما اتحركتش، ما زي ما بقول لك لا رحت ولا جيت، ما دفعتش كل مره متابعه في زيته المتابعه بالظبط، ولا نزلت لعبت رياضه، ولا ركبتي مواصلات، ولا سبتي الاولاد، ولا اتاخرتي في العيادات بالزبط. ده حاجات كتير قوي تمنها لو تعلمون عظيم. كل ده في البيت واحنا قاعدين في مكاننا. كل اللي انا بعمله زي ما قلت لك كده، انا باخد قرار لصحه احسن، دي اول حاجه. يجي بعد كده الشكل. الفيتامينات اللي موجوده معانا النهارده مهمه جدا، هي دي اللي هتخليكي كل اللي يبص في وشك يقول لك ايه خسيتي وحلويتي. ليه؟ لانك لما خسيتي وشك ما تاثرش، انت في فيتامينات بتاخديها، وفي المقابل كمان اي اكل انت بتعمليه في البيت بتاكليه ده مدخله الجسم الفيتامينات الطبيعيه الرباني، ما حرمتيش الجسم من فيتامينات اللي موجوده مثلا في خضار، موجوده في فاكهه، زي ما بيحصل في انظمه كتير بتحصل بعديها اعراض جانبيه. النهارده مفيش الكلام ده خالص، انت بتاكلي كل حاجه، ادي كده فيتامينات طبيعيه رباني، زائد الفيتامينات اللي موجوده النهارده هديه مجانيه، زائد حقنتين الحرق الاصدار الحديث اللي هي الواحده بره شوفوا بكام، النهارده جاي لي اتنين هديه مجانيه لغايه عندي، زائد خصم 50% على الكورس الاساسي، ما تنسوش كمان الشحن مجانا.
طب ما تنسوش كمان متابعة مجانية من فريق طبي على أعلى مستوى. لا ده الموضوع النهاردة بقى مش أي كلام، الموضوع النهاردة كبير، الكلام على كبير، زي ما الكبدة بتاعتنا كان الموضوع على كبير، كان الكلام على كبير، برضو فقرتنا الطبية برضو فقرتنا النهاردة الكلام فعلا على كبير. ليها حق دكتور هبة تسميه صانع السعادة، بيخليكي تخسي انت بتاكلي كل حاجة بالظبط، ودي سعادة. بس انا ما بقولش ان انا بعمل دايت ولا بخس، لاني بنسى الفكرة. انا كل اللي بشوفه قدام عيني تغيير كل اسبوع مع متابعتك مع الفريق الطبي على الميزان، كل اسبوع في فرحة، كل اسبوع في ثقة بتزيد، في صحة بتتحول للافضل، في مقاس وسط عمال يصغر، في مقاسات بتوسع، في وزن بيقل، في جسم عمال يضم ويلم على نفسه. كل البهوقة انا بقولها اهو باللفظ العام اللي دايما بسمعه في العيادة، يا دكتور جسمي مبهوق، كل البهوقة في الجسم دي خلاص بتنتهي تدريجي وبشكل آمن، بشكل صحي، بشكل اني بحاسب فيه على جسمك، بقدم لك منتج مرخص من هيئة السلامة والغذاء، مش بسيبك، لا بقول لك تعالى وخليك معانا وتابع مع الفريق الطبي عشان تقدر تلاقي نتيجة كل اسبوع. عايزة بس اقول نقطة لأصحاب المشاكل الصحية اللي عندهم مشاكل صحية وخايفين أو بيسألوا ياخدوا الكورس ولا لا. أي مشكلة صحية يا جماعة بتعاني منها مع الدهون ليها الكورس المناسب بالتركيز المناسب اللي هيناسب حالتك وسنك. طيب احنا معانا صور لحالات قبل وبعد، يلا يلا بينا كده يا جماعة نشوف الناس اللي خدت القرار ونشوف بقى شكلها بقى عامل ازاي بعد كده. يلا بينا. بصي أول بقى حالة معانا أصحاب السعادة، بصوا يا جماعة، بصوا الكرش لما قلت لكم ان هي ده ولسه مكمل معانا، ده شهرين ولسه هو في الثالث وقدامه الرابع كمان، عايزة نسف له البطن النسف حرفيا 100% زيرو دهون، ان خلاص ما بقاش في دهون تماما في جسمه. خس معايا في الشهرين ما يعادل من 28 كيلو، معظمهم من دهون من البطن، من منطقه البطن. شفتوا البطن اللي مداريها؟ اصعب منطقه اللي مداريها بايده يا جماعه، دي ما يقدرش عليها الا ربنا، ومن بعد ربنا حقنه الحرق الجباره اللي دايما بقول لك بتخلي الوسط قد رقبتي بالظبط. لا فعلا ملهاش لا عزيز ولا غالي دهون البطن، ما هي اصعب منطقه وارخم منطقه. احنا اللي منطقة بنشوف الحالات في العياده قد ايه يخسوا وتفضل البطن مأزماهم، ابدا اشتغل معاهم في اخر شهر بالكورس النحات صرف لدهون البطن النسف وتدويب نهائي، مش هتشوف بطنك بعد كده. فانت لو عايز يعني هتوحشك بطنك ابقى صورها قبل ما تبدأ معانا الكورس، لان هي هتوحشك. طب نشوف الصوره الثانيه. بصي بقى شوف الجسم لم، لما بقولك الجسم ضم ولم، لما الاقي الجسم معايا يعني في شويه دهون مع الرضاء او كده، فالمهم انا لازم اشتغل معاها. دي برضو شهرين ولسه داخله الشهر الثالث، دي خميره 25 كيلو. طب هي كان اللي نزلت في الشهرين اقل من حاله الراجل اللي كان قبل كده، لان الراجل بينزل اسرع واكتر كتلته العضليه اكتر، الجسم لم ولسه عايزه اشتغل على الوسط والبطن، عايزه ابين التقسيمه عشان تكتمل الصوره الحلوه اللي هي عايزاها. يبقى بنخس وبننحت الجسم في نفس الوقت، لازم تكتمل في خلال الصوره في خلال الشهر ده مع الحقن اللي موجوده معانا النهارده والكبسوله. كمان والكبسوله والنقط جوكر النحت ده، دي ملك النحت اللي هي النقط. انا بقول انا مش عايزه اسيب الصوره ناقصه، مش هسيبك وصورتك ناقصه، لازم بكمل الصوره على احسن ايه، على احسن صوره، تبقى فعلا مبسوط وانت باصص لنفسك في المرايه كل يوم الصبح، انا كنت فين وبقيت فين، فين النهجان، فين ضيق التنفس، فين الالام اللي كنت بحس بيها وامسك ظهري رايح جاي حتى وانا بوطي، فين المسافات اللي كنت بخاف امشي 500 متر يعني نص كيلو 500 متر لحسن انهج او اتعب، فين الضغط اللي كان بيعلى لل 160 ضغط الدم يعلى لل 160، ولا السكر التراكمي في الدم اللي كان بيزيد عن الستة ونص، فين كل المشاكل الصحيه كلها كلها بتختفي بحول الله مع تخسيس اول شهر. كورس صاحب السعاده او صانع السعاده النهارده جاي لك لقطه، لانه جاي بنص الثمن لاول 1000 متصل. في صور ثانيه؟ نشوف صور ثانيه، يلا بينا يا جماعه نشوف حالات ثانيه يلا مع بعض.
دي بقى النحت واضح جدا يعني قوي 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 قوي. دي برضو شهرين يعني، دي يا جماعه حالات الشهرين، وخلي بالك كل شهرين هتاخدهم لشهر تالت مجانا، ده اوبشن حلو، ده عرض option. عرض جديد، عرض ثاني بقى. اللي هو شهر مثلا مش كفايه، مش كفايه الاوزان الثقيله اللي معدوا ال 120 كيلو، مش محتاجين الشهر بينزل 15 كيلو، هم محتاجين شهرين مثلا او 3 شهور، فكل شهرين هتاخدهم ليك شهر نحات ثالث مجانا، ده اللي بينحت بقى، ده اللي بيكمل الصوره اللي اتكلمنا عندها. دي عندي شهرين نزلت فيهم قد ايه؟ 24 كيلو من وزنها، ما شاء الله نزلت 24 كيلو. شوفوا منطقه الصدر يا جماعه زي ازاي هبطت، الجناب لمت، البطن بدات تختفي تدريجي، الجسم عمال بيصغر، فعلا الجسم بيصغر كانه ام وبنتها. شفتوا قد ايه الاجرام اللي بتعمله الدهون في جسم الانسان؟ مش يعني مش كفايه الامراض اللي سحباها معاها زي القطر اللي بيجر وراه عربيات، لا ده كمان مخليه منظري اكبر 10 سنين، اكبر كانه ام وبنتها. شو بصي، لما اسلوب اللبس كمان، طريقه اللبس اتغيرت، صغرت في السن، كل يعني حاجه في حياتها بتغيرها، عامله زي الام وبنتها فعلا بالظبط يعني. بتفرح وبتتبسط وبتلبس اللي عايزاه، تقف قدام الفاترينا تنقي اللي هي عايزاه، ما تخليش الدهون تتحكم في نوع اللبس، لا ده هي بمزاجها وبكيفها بتتحكم في نوعيه اللبس اللي هتلبسه. صانع السعاده، وعملت لنفسها سعاده، صنعت لنفسها السعاده بالظبط، من غير مجهود، من غير زي ما بيقولوا الاراده والعزيمه والابطال. لا انا مش عايزه الكلام ده، اقعد يا عم في بيتك بس، تتابع مع الفريق الطبي عشان تقدر تلاقي نتيجه، والمتابعه دي مجانيه، شحنه مجانا، والكورس النهارده اساسي 3 منتجات بنص الثمن، يعني خصم ال 50% كبسولات ونقط واعشاب، وقلنا فايده كل حاجه ايه، والاول 1000 متصل برضو ليك الهدنيتين، اعلى هدايا بتحقق اعلى انجاز واعلى حالات ناجحه بتخس، بتكمل الصورة الناقصة. عندي حقنتين حرق تنشيطي للحرق اللي واقف واللي ضعف في جسمي، والفيتامينات المخصوصة للتخسيس عشان ما احسش بهمدان او تعب. طيب نشوف صورة كمان، يلا. اخر صورة معانا، يلا بينا نشوف كده يا جماعة صورة كمان، وشوفوا بقى كده الدنيا. بصوا بقى، انا نفسي راحوا، بقيتوا راحت فين؟ الدهون دي راحت فين يا دكتور؟ راحت في الحرب. راحت في الحرب، ما هي بتحصل حرب في جسمه. شايفه بقى اكتر منطقه متجمع فيها دهون؟ الدراع. صح، كل واحد ليه توزيع خاص للدهون في جسمه. دي الدراع وحزام البطن والظهر والجناب. بصراحه الجزء العلوي كله عايز نسف، فانا داخله حرب. اتنسف فعلا اهو. أيوة، الصوره الثانيه داخله حرب امنه، وهي دي الحرب، الحرب الامنه يا جماعه. حرب فقط على الدهون، حرب بنسف لي وبطلع الدهون المؤذيه كلها من جسمي، 3 شهور تخسيس مع نحت، بروتوكول خاص بحالته، بعرف الحاله، باسس لي بروتوكول علاجي صح بيناسب حالته الصحيه، بيناسب سنه، ما يسببش مضاعفات، بيخس معايا بشكل مريح، بشكل سهل، بشكل ما يتعبوش، وخصوصا الرجاله ما بتحبش تمشي على انظمه غذائيه او دايت او حرمان، ده خبره رجاله عندي او حالات ذكوريه بتيجي عندي العياده، انا يا دكتور ما بمشيش. قلت لهم وانا ما بقول، وانا دايما بقول ما فيش ورقه ولا في دايت، في انك تتبع الجرعات، في انك تقول لي حالتك الصحيه صح، في انك انت تاخد الجرعات في وقتها صح. شكرا، انا مش عايزه حاجه منك اكتر من كده. وخصوصا كمان الرجاله بالذات في طبيعه شغل ليهم، مثلا بيبقى طول النهار بره، ومثلا وجبته الاساسيه مثلا مش هياكل حاجه بره، فمستني لما يروح البيت ياكل اكله حلوه تقيله عشان ينام حلو. فدي اكلته الاساسيه كده، كونت البطن على طول، دي اساس البطن، ياكل وعلى طول يروح نايم، فخلاص البطن كده اتكونت. فالنهارده مع الكبسوله معانا الكبسوله على البطن، مفيش مشاكل في الجهاز الهضمي ولا القولون ولا التلبكات ولا الامساك ولا الاسهال من كميه الاكل اللي كنت بتاكلها. لما انا هقلل لك الاكل خالص، انت بطنك فعلا والجهاز الهضمي والقولون هيرتاح تدريجي. طيب نقول تاني الكورس تاني على بعض، صانع السعاده النهارده اللي هيصنع لنا فعلا السعاده، عباره عن ايه بجد؟ اللي هيرسم البسمه على وجه كل واحد نفسه ومن عينه ان هو يخس، صانع السعاده كورس شهري بنزل فيه من 12 ل 15 كيلو في الشهر،
تابع مع الفريق الطبي، متابعة مجانية وشحنه مجانا، وهي منتجات أساسية، كبسولات مع نقط مع أعشاب، خلطة فعلية طبية تظبط لك جسمك من الدهون وتنزل 15 كيلو، وعندي هديتين لأول 1000 متصل، وطبعا الأساسي خصم 50% لأول 1000 متصل، أما الهديتين حقن الحرق الجبارة للناس في أصعب أنواع دهون البطن والكرش والفيتامينات. طب يا جماعة ننزل تاني الصفحة على الفيسبوك، يبقى عندنا أرقام التليفونات على الشاشة، وكل رقم من دول عليه خدمة الواتساب، يعني لو أنا بتصل بأي رقم من دول ولقيت مشغول أو في ضغط التليفونات، كل رقم من دول عليه خدمة الواتساب، وكمان صفحة الفيسبوك اهي قدامكم، تقدري تدخلي في الكومنتات، تدخلي في الرسائل، هتلاقي على طول الفريق الطبي بيتواصل معاكي، ومن هنا بتبتدوا مع بعض مشوار صانع السعادة، مشوار صناعة السعادة، صناعة السعادة مع فريق طبي على أعلى مستوى يا جماعة، بيتابع معاكم خطوة بخطوة. أعتقد كده إن أي حاجة أنا محتاجها وأي حاجة بفكر فيها هي متوفرة النهاردة في صانع السعادة، داخل الكورس صانع السعادة. أنا مزودة المنتجات عشان ما تحتاجش لأي حاجة من بره. أشكرك يا دكتور، شكرا، نورتيني يا حبيبة قلبي، أشكرك، أشكركم، وبتمنى من ربنا دايما إن الحلقة من أولها لأخرها تعجبكم وتنال رضاكم، وأشوفكم على خير يا رب، إن كان لينا عمر إن شاء الله، في حلقة جديدة تعجبكم وتفيدكم أكتر وأكتر. السلام عليكم.